كونيتسوا منا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. واليوم عدنا لكم مقطع جديد. مقطع اليوم هو عن ابرز وافضل الاعمال اللي راح تنزل في موسم الخريف. موسم الخريف اللي هو اخر موسم في السنة، واللي يبدأ من شهر اكتوبر وينتهي في شهر ديسمبر مع نهاية السنة. ففي موسم الخريف اعتبره افضل موسم في دي السنة، لان في اعمال مرة قوية ستنزل فيه. مثل المهم بقى نحرق المقطع قبل ما نبتدي، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك ونشر المقطع في كل مكان، وبدون اطالة اكتر خلونا نبتدي. اول انمي معانا هو انمي موشوكو تنسي الموسم الثاني. الانمي هذا من انتاج استوديو بايند. قصة الانمي تتحدث عن شاب عمره 34 سنة عاطل عن العمل، وتم طرده من منزله بعد وفاة والديه. وبعدها بدأ يتأمل وأدرك أن حياته لا معنى لها، وفجأة تظهر شاحنة مسرعة باتجاه مجموعة من المراهقين، فيقرر أن يفعل شيء في حياته بيكون ذو فائدة، فيتمكن من سحب واحد من ذوك المراهقين قبل أن يموت. ولما يستيقظ البطل بيجد نفسه في عالم آخر في جسم طفل، وكذا تبدأ الأحداث. العالم هو إيسيكاي، وأعتقد هو مشهور نوعا ما. الموسم الأول منه نزل في يناير من دي السنة، وفي موسم الخريف بينزل الموسم الثاني منه. عندنا كمان عودة قوية لأنمي هانيو نوياشيما الموسم الثاني، واللي هو تكمل الأحداث لأنمي نوياشا. الموسم ده سيكون الموسم الثاني، وراح يكون حافل بالمفاجآت وشخصيات جديدة مثل ما شفنا في البوستر الرسمي له. مقرر عرض هذا الجزء في شهر أكتوبر زي السنة الماضية اللي نزل الموسم الأول له أيضا في شهر أكتوبر، فمتشوق له لأن النهاية كانت نوعا ما غريبة وصادمة. فالموسم الثاني إن شاء الله يكون في المستوى هو أيضا. عندنا كمان عودة انمي وورد تريجر بموسم الثالث، وسيكون من انتاج استوديو توي انيميشن العريق. قصة الانمي تتحدث عن تم فتح بوابة لعالم اخر، وفجأة يدخلون مخلوقات غريبة باسم نيبا، وهي كائنات خبيثة منيعة ضد الاسلحة التقليدية. فيتم انشاء منظمة تدعى البودا لمواجهة ومكافحة التهديد المخلوقات اللي دخلوا لهذا العالم، وكذا تبدأ قصة الانمي. Now we on a rampage. وايضا سلسلة ديجيمون تعود بجزء جديد تحت اسم ديجيمون جاست جيم. ما في معلومات كافية لهذا العمل غير بعض الصور وبعض المخلوقات الديجيمون الجديدة، فبخليكم مع بعض التصميمات لبعض المخلوقات الديجيمون. عندنا فيلم جوجوتسو كايسن زيرو الذي سيكون مقتبس من المجلد صفر. يعني الأحداث اللي راح تصير في الفيلم هي قبل أحداث الموسم الأول، فهمتوا علي؟ فمقرر عرض هذا الفيلم في يوم 24 ديسمبر في قاعات السينما اليابانية. عندنا كمان الموسم الأخير من هجوم العمالقة، واللي هو الموسم الرابع البارت الثاني، أكثر عمل منتظر من قبل جمهور ومتابعي الأنمي. طبعا نحن نتكلم عن أنمي عظيم زي هجوم العمالقة، وللأسف سينتهي بعد هذا الموسم. الموسم هذا سيكون حافل بالمفاجآت بما أني قارئ مانجا، فالمهم ما أحرق عليكم الأحداث. سيكون تكمل الأحداث الموسم السابق. بالنسبة لموعد عرضه فغالبا بيكون زي السنة الماضية في ديسمبر في نهاية السنة، وطبعا سيكون من إنتاج استوديو مابا، استوديو مشهور ما حاجة لأتكلم عليه كتير. فبنتقل للأنمي التالي واللي هو شانسو مان. شانسو مان من التريلر أو من العرض الترويجي يا أخي كان شيء فخم مرة، من استوديو عظيم استوديو مابا ايضا. يا اخي استوديو ده مفجر الساحة حاليا، فاعتقد بيكون في مستوى عالي شانسو مان. كثير من الناس تتكلم عن المانجا الخاصة به، فمنتظر كثير من هذا العمل. المهم موعد عرض الانمي مجهول، لكن صرحوا بيكون في دي السنة، فغالبا بيكون 100% قبل نهاية السنة.
الانمي التالي هو بلاتينيوم ان، احد الاعمال القويه اللي تنزل ايضا في خريف دي السنه، سيكون من انتاج استوديو سينجنال ام دي، وسيكون من مؤلف ديت نوت. يب، مؤلفين ديت نوت تسوغومي اوبا وتاكاسي اوباطا. الامر سيكون فخم. قصة الانمي تتحدث حول شاب كان يريد ان ينتحر، فلما سقط من مبنى يتم امساكه من فتاة، وفتاة تلك كانت ملاك، فهناك يلتقي بتلك الملاك وتبدأ احداث الانمي. ف كده تبدأ قصة هذا العمل. متشوق جدا له كما قلت لكم، لأن من تأليف تسوغومي أوبا. تسوغومي أوبا يا أخي عنده أعمال رهيبة وتحف فنية مثل ديت نوت. أيضا عندنا عودة الأنمي العظيم ديمون سلاير أو كيميتسو نو يايبا أو قاتل الشياطين الموسم الثاني. ستكون أحداثه بعد الفيلم أرك القطار. سيحكي عن الأبطال مع هاشيرا الصوت. أما بالنسبة لعدد حلقاته قالوا بأنه سيكون ما بين 25 و26 حلقة، ومن إنتاج استوديو يوفو طيب. فمتشوق جدا لكيميتسو نو يايبا. وآخر أنمي معانا يا جماعة هو مغامرات جوجو العجيبة أو جوجوز بيزار أدفنتر بارت 6، اللي يكون تحت اسم ستونوشن. وقصة هذا الموسم تتحدث عن جولين اللي هي ابنة جوتارو التي تدخل السجن وهي مظلومة، فهناك تبدأ الأحداث. أيضا الشيء الحلو في ستونوشن أن كل حلقاته ستكون متوفرة في نتفليكس، ومو ضروري تنتظر كل أسبوع تنزل حلقة منه، لأن في ديسمبر ستنزل كل حلقاته ومتوفرة في نتفليكس. مو ضروري تتسنى أسبوع بعد أسبوع، على طول تشاهد كل حلقاته. فبيكون شيء أسطوري مع أنمي عظيم مثل أنمي مغامرات جوجو العجيبة. يا جماعة هذه كانت الأعمال الرهيبة اللي راح تنزل في موسم الخريف. كل هذه الأنميات أسطورية وفي مستوى عالي. ما عندك هجوم العمالقة، عندك جوجو، عندك كيميتسو، عندك فيلم جوجوتسو، عندك شانسو مان العمل اللي سيكون قوي، وعندك بلاتينيوم إند. شو بدك أكتر؟ باختصار سيكون موسم أسطوري بمعنى الكلمة. وخبروني في التعليقات ما هو أكثر أنمي متشوقين له. وكالعادة قبل ما ننهي المقطع، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك ونشر المقطع في كل مكان. وشكرا جزيلا على المشاهدة، ونلتقي بمقطع آخر إن شاء الله. جانا منا.